بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المجيد، يوم 14 من أكتوبر المجيد، عندما ثار أبناء شعبنا اليمني في جنوب الوطن على دحر الاحتلال البريطاني البغيض الذي استمر 129 عام، كان هذا اليوم بمثابة ميلاد جديد للمحافظات الجنوبية من اليمن بشكل عام. نبارك للقيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي ونائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء والنواب والحكومة اليمنية بشكل عام ولأبناء شعبنا اليمني. نترحم أيضا على الشهداء الأبرار الأخيار الذين قضوا شهداء في هذه المعركة الفاصلة العظيمة من تاريخ أمتنا وشعبنا في جزء غالي علينا من الوطن اليمني العظيم. وهذه الثورة هي امتداد للثورة 26 من سبتمبر التي سبقت ثمانية حديثة خالية من كل آثار التخلف والانحطاط والاستعمار. يسأل على الشعب يتحدى الصعب ولا يخشى المخاطر، والناس مخابر يا زمن، الناس مخابر، والناس مخابر يا زمن، الناس مخابر. يتحدى الصعب ولا يخشى المخاطر، والناس مخابر يا زمن، الناس مخابر، والناس مخابر.